في وسط التغيرات والأحداث المتتالية بتلاقي ناس كتير محتارة وقلقانة، عايزة إن هي تفتح لنفسها مشروع يعود عليها بدخل كويس. من حقك طبعاً إنك تفكر فكر زي ده، بس أثناء ما أنت بتفكر في ناس بتنفذ مشروعات ذكية جداً، ممكن من وجهة نظرك لو شفتها المشروعات دي وهي متنفذة تقول ده مشروع مثلاً ما بيكسبش، أو مشروع فيه تعب أو جهد كبير. على العكس، ان خلفية مشروع زي ده لو تعمقت فيه هتلاقي ان ارباحه اذهلتك حرفيا من كتر الارباح والارقام اللي هسمعها لك النهاردة. والجدير بالذكر مشروع زي اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة، اللي هو مكبس الكرتون والبلاستيك. ازاي ان انت هتجيب الكرتون الهالك وتكبسه تخليه مكعبات وتصدره لمين؟ بالاطنان. كل مكان بياخد كام طن؟ ده فكرة مشروعنا النهاردة. فكرة المشروع يا صديقي اللي انا جايبها لك النهاردة، اقل صافي ربح ممكن يدخله لك اسبوعيا لا يقل عن 13,000 جنيه، وده في بداية المشروع لمجرد بس ان انت فكرت ان انت تفتح مشروع زي ده. الماكينة او المكبس اللي قدام حضرتك ده اسمه المكبس الهيدروليك. ايه طيب المكبس الهيدروليك ده وظيفته ايه؟ وظيفته ان هو بيتحط فيه خامين، سواء الخام الكرتون او الخام البلاستيك، وبيكبسه. وعلى فكرة في بعض الأنواع من المكابس دي بتكبس كمان الألومنيوم. للجماعة اللي بتلم الكنز أو بتجمع الألومنيوم من الكنز بيتكبس برضو عن طريق المكبس الهيدروليك. النهاردة أنا جايب لك دراسة الجدوى تثبت لك إن مشروع زي ده بجد حرفيا أنت لو شفته كده في البداية ممكن يصدمك وتقول مثلا ده عايز مكان وعايز إمكانيات وعايز حاجات معوقة ليه. لا، على فكرة ده من أسهل المشروعات اللي انت ممكن تنفذه. وعلى فكرة عايز برضو أنوه لك إن مشروع زي دوت الخبرة فيه تكاد يعني ممكن إن انت بدون خبرة تكتسب الخبرة من اللي أنا من الفيديو اللي أنا بقدمه لك النهاردة وتنفذ مشروع زي ده. حتى لو انت ما فكرتش إن انت تنفذه أو ما عجبكش، بس اكتسبت خبرة ممكن فيما بعد تلاقي مشروع زي دوت جه على بالك إن هو يبقى استثمار ناجح جدا بالنسبة للوقت الراهن وللزمن اللي احنا عايشين فيه. طيب مبدئيا المكبس ده بيشتغل على 3 خامات، ممكن تكبس بيه كرتون زي ما قلت لك في بداية الفيديو، ممكن تكبس بيه البلاستيك الأزايز البلاستيك، وبرضو تجمعها مكعبات زي ما حضرتك شايف كده وتصدرها للأماكن اللي بتعيد تدوير البلاستيك وبتدخله في منتجات معينة، وممكن ان انت تكبس بيه الألومنيوم. طيب انت هتجمع الكلام ده، انت هيجي لك الناس اللي بتجمع الكلام ده، في ناس مخصصة بكل يوم بتبقى من الصبح لحد بالليل بتقعد تلف على محلات معينة بتلم منها العلب البلاستيك والمولات، وبتلم من الهايبر ماركت أي مكان بيتردد عليه عملاء كتير بتلاقي الناس دي بتتردد عليه برضو بشكل كبير، وبتلم من الباسكت بتاعه كل خام هو بيشتغل فيه. اللي بيشتغل في الكنز بيلم الكنز ويجي يدهولك، اللي بيشتغل في البلاستيك هكذا، اللي بيشتغل في الكرتون برضو هكذا. طيب انت هتشتغل في ايه؟ احنا النهاردة مشروعنا انك هتكبس الكرتون، هتشتغل بالمكبس بتاعك الهيدروليك ده، الناس تجيلك بخام الكرتون انت تكبسه وتجهزه مكعبات زي ما حضرتك شايف كده وتصدره بالطن. مبدئيا المشروع بتاعنا هيحتاج مكان لا يقل عن 50 متر، حتى لو مخزن في مكان هادي هيشغلك وهتنجح بيه بشكل كبير. طيب بعد كده هتجيب المكبس اللي حضرتك شايفه ده وتخصص شغلك في حاجة معينة، يا هتكبس البلاستيك يا هتكبس الألومنيوم يا هتكبس الكرتون. مشروعنا النهاردة زي طبعا ما وعدتك في بداية الفيديو اللي انا جايب لك دراسة الجدوى بتاعتي على اساس ان انت هتشتغل في الكرتون المكبوس او في الكرتون المضغوط. طيب انا النهاردة بقى عندي المخزن وبقى عندي المكبس، هتحتاج ايه تاني؟ هتحتاج وسيلة نقل. ممكن وسيلة النقل دي لو مش متوفرة او غالية عليك في بداية المشروع تتعاقد او تتفق مع اي سواق مع عربية نص نقل اللي هي الدبابة، هو اللي ينقل لك الحاجات دي بمقابل كل نقلة هياخد عليها المبلغ اللي هتتفقوا مع بعض بيه، زائد انك يبقى عندك عامل او عاملين في البداية. وهتحتاج كمان ميزان 5 طن، الميزان دوت هو اللي هيوزن لك الكبسة اللي انت هتكبسها، يعني هتكبس مثلا بارتفاع معين المكعب اللي حضرتك شايفه ده. بعد ما تكبسه ده طبعا اللي انا بقوله لك ده بيجي بالتجارب، يعني مثلا الارتفاع 80 سنتي بيعمل وزن قد كده، الارتفاع المتر بيعمل وزن قد كده
على الميزان، وتبدأ ان انت تعمل مكعبات، كل مكعب على حسب طبعا الكبسة اللي هتتكبس. طيب انت هتصدر الحاجات دي، انت هتخليها عندك في المخزن، وبعد مثلا ما تكبس كل 4 أو 5 مكعبات تبدأ ان انت تتفق مع السواق اللي معاه العربية عشان ياخد المكعبات دي ويصدرها للمصانع اللي سبق وقلنا عليها. المكبس اللي حضرتك شايفه ده صديقي مكبس هيدروليك، قوته عالية جدا، بيفرغ الكرتون من الهواء، بيعتمد على انه بيكبس الكرتون كله في بعضه كده زي ما حضرتك شايف، وبيخلي اكتر حجم من الكرتون بيوصله لأقل حجم، بيبقى مكبوس كبس جامد جدا. وزي ما حضرتك شايف المكبس بيشتغل بكهرباء 3 فاز، في بعض الانواع بتشتغل بكهرباء المنزل اللي هي كهرباء ال 220 فولت العاديه. طبعا انت لما تيجي تشتري المكبس هتفهم الكلام اللي بقوله لك ده، وهتبدا ان انت تتعمق كمان في انواع المكابس اللي حضرتك شايفها دي. طيب بالنسبة للخامات سواء كرتون او الومنيوم او بلاستيك، الحاجات دي بتتجمع من عمال بيجولك لحد عندك في المخزن يديلك الخام اللي هو جمعه يوميا. طبعا انت بما انك عندك ميزان وبتاخد الحاجات دي بالكيلو، هتبدأ ان انت توزن له الكمية اللي هو جمعها في اخر اليوم وتشتريها منه بالكيلو. طيب بالنسبة لدراسة الجدوى اللي انا جايبها لك، اللي ممكن تدخل لك كل اسبوع لا يقل عن 13,000 جنيه، وده اقل صافي ربح زي ما وعدتك في بداية الفيديو. بص يا صديقي، سعر طن الكرتون النهاردة 8,000 جنيه، انت بتشتري كل كيلو ب8 جنيه، كيلو الكرتون انت بتشتريه ب8 جنيه. عامل مثلا جابلك 10 كيلو، جابلك 20 كيلو، جابلك 50، جابلك 100 كيلو، على حسب امكانياته وقدرته واتفاقه مع الاماكن اللي بيحصل على المادة الخام منها، على حسب ما هيجيب لك كل يوم الكمية اللي بيجمعها. انت هتشتري منه الكيلو ب8 جنيه، وفي على فكرة مخازن عندهم المكبس اللي حضرتك شايفه ده بيشتروا الكيلو اقل من كده ب6 جنيه و50 قرش، وب7 جنيه، وب7 جنيه و50 قرش. انا بكلمك عشان تشتغل صح، وكل العمال او كل الناس اللي بتشتغل بتجمع الخامات دي يجيلك بشكل رئيسي، يبقى انت معتمد عنده، بيجيب لك كل الكمية اللي بيجمعها في اخر اليوم، هتاخد منه الكيلو ب8 جنيه، على حسب طبعا الكمية اللي جمعها. سعر الطن بعد الكبس 9,500 جنيه، يعني بمعدل انت طالع لك في كل طن بتكبسه 1,500 جنيه. وعلى فكرة برضو ده اقل صافي ربح، في ناس بتصدر او بتودي الطن ب10,500 جنيه وب10,400 و200 جنيه. يعني بص، في اسعار متفاوتة كتير على حسب نوع كمان الكرتون اللي انت بتضغطه، على حسب نوع المكبس اللي انت بتشتغل بيه. يعني لو اشتغلت في كواليتي اعلى او جبت مكبس من الـ مثلا النوع بتاعه افضل، هتبدأ ان انت تصدر باسعار اعلى من 9,500 جنيه. طيب ده بمعدل 1500 جنيه لكل طن. طيب ده مش صافي ربح عشان نكونوا متفقين، هتخصم لكل 10 طن حوالي 2000 جنيه. طيب ال 2000 جنيه دول تمن ايه؟ تمن الكهرباء، عشان المكبس اللي حضرتك شايفه ده بيسحب كهرباء بشكل كبير، تمن النقلة بتاعت العربية الدبابة او النص نقل اللي هتنقلك الحاجة من المخزن بتاعك اللي كبست فيه الكرتون للمصنع اللي بيعيد تدوير الكرتون. يعني هنخصم لكل طن بمعدل 200 جنيه مصاريف لكل طن مكبوس زي ما حضرتك شايف. طيب الماكينة بالنسبة للطاقة الانتاجية بتاعتها، فدي ما تعدش في عدد الاطنان، يعني بتكبس لك عدد كبير جدا من الاطنان. لو جبت لها 100 طن في اليوم هتبدأ ان هي تكبسهم لك بدون اي تأثير على الماكينة، طول ما خط الكهرباء متوفر لها بشكل مستقيم ومستمر هي هتشتغل معك، مش هتقول لا. طيب في بداية المشروع كده انا محتاج حد يعمل لي شهرة، محتاج حد ابقى مثلا معمول لي دعاية وصيت في المنطقة او في المحافظة اللي انا شغال فيها، عشان ابدأ الم اعمل شعبية وسط الناس اللي بتجمع الخامات دي ويجولي بالخامات اللي عندهم. بص يا صديقي، دي هتترتب على المكان اللي انت شغال فيه، باي اسلوب وباي لغة اعمل لنفسك دعاية، عشان كل ما عملت لنفسك دعاية كل ما جمعت كمية خام اكبر بكتير. طيب في البداية الناس طبعا مش هتبقى عارفاك، اقل كمية ممكن ان انت تجمعها كل اسبوع 10 طن.
طبعا الكميه اللي انا بكلمك عليها دي في بدايه المشروع بالدعايه، يعني ما تفتحش المشروع ما تعملش لنفسك دعايه مش هتجيب طبعا الكميه دي. لازم تفتح المشروع وتعمل لنفسك دعايه كويسه، تسويق كويس، انك بتجمع الخامات دي اول كميه او اقل كميه في بدايه مشروعك هتجمعها لا يقل عن 10 طن كل اسبوع بربح 13000 جنيه. ده لو على حسبه انك بتكسب 1500 جنيه وطلعت 200 جنيه لكل طن، يعني الصافي بتاعك 1300 جنيه في 10 طن ب 13000 جنيه. ربحك التقريبي شهريا هيبقى 52000 جنيه، وزي ما قلت لك في بدايه الفيديو ده ربح مبدئي في البدايه لمجرد ان انت بس فكرت تفتح مشروع زي ده. طيب المشروع بيشجعك في حاجات كتير، ان ممكن ان انت تشوف يكون مشروع مثلا عشوائي شويه او مش هيجي معاك، بس صدقني نسبه الربح اللي بيوفرها لك بيوفر لك نسبة ربح بتاعت مشاريع بتتعب ناس وبتكلفهم تسويق، بتكلفهم عمالة، بتكلفهم توزيع المنتج. انت هتبقى معفي من كل الحاجات دي كلها لمجرد ان انت عندك مكبس زي ده ممكن يساعدك ان انت تصدر الألومنيوم وتصدره للمسابك اللي بيعيدوا تدويره وبيدخلوه في معظم الأواني أو معظم المنتجات اللي بتتصنع من الألومنيوم، يخليك تكبس ألومنيوم، خلاك زي مشروعنا النهاردة تكبس كرتون أو بلاستيك. في ناس بتكبس برضو عن طريقه الأزايز البلاستيك بتاعت الكولا والبيبسي والمياه الغازية، وتبدأ ان هي تصدر المكعبات البلاستيك دي بالطن برضو للمصانع اللي بتعيد تدويرها وبتدخلها في لعب الأطفال أو بتدخلها في الأكياس أو واتفر بقى أي منتج من المنتجات البلاستيكية. مشروع جميل جدا بيحمي لك فلوسك من التضخم، استثماري من الدرجة الأولى وفي جميع أنحاء العالم شغالين منه رقم واحد في جميع أنحاء العالم. صدقني مشروع زي ده أنا برشحهولك بشدة، ويمكن جيت فترة من الفترات اتكلمت عنه من فترة كده، بس أنا بعيدهولك النهاردة بصياغة جديدة وبدراسة جدوى جديدة، وبرشحهولك في المقام الأول إن حاجة زي دي استثمارية وناس كتير منفذاها في ظل انك محتار ولحد الان بتدور لنفسك على مشروع يحملك فلوسك من التضخم ويعود لك بربح كويس جدا. وعلى فكرة انا بكررها لك كذا مرة، الصافي الربح اللي انا ذكرته لك ده ربح مبدئي. في ناس بتدخل من مكبس الكرتون اللي حضرتك شايفه ده بتدخل 100 و150 و200 الف جنيه كل شهر، ده صافي الربح بتاعها. طيب صافي الربح ده بيترتب على ايه؟ على الدعاية والتسويق وعلى الخام اللي انت بتصدره للمصانع. مشروع جميل جدا، اتمنى لكم التوفيق فيه من كل قلبي. ولو شفت حد بيصدر المكبس ده يكون موثوق منه أثق فيه شخصيا هتلاقيني سايب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن. اتمنى لكم الخير وان شاء الله اشوفكم في حلقة جديدة ومشروع جديد. مع السلامة.